متشخص وضعي ديما ديال القنيطري شنو ممكن تقول له؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم فاش تكون عندك واحد الخبره في المجال الرياضي تكون عندك افكار، ولكن انا ما عنديش حكم استباقي لانه كل نادي وعنده واحد الخصوصيات ديالو. دونك اليوم احنا دي نعملوا على التشخيص ديال الحاله ديال نادي القنيطري، ودي نخدموا على جميع المكونات في النادي، شباب، ماركتينغ، تسويق، اشهار، فريق اول، الجنة التقنيه. غادي نشتغلوا على جميع المكونات باش نقدروا نخرجوا بواحد التشخيص اللي يكون ان شاء الله يقدر يعطينا واحد الرؤيه اللي هي غادي نقدروا نبنيو عليها ان شاء الله الاستراتيجي ديالنا اللي جايين باش نوضعوها ان شاء الله، باش نوضعوا مشروع رياضي اللي يكون ناجح ان شاء الله. وهو كما تتعرفوا حنا باش توضع استراتيجيه كما قلت لك خص يكون ان دياغنوستيك، واحد التشخيص ديال الوضع، ونعرفوا الامكانيات ديالنا ونعرفوا الموارد ديالنا باش نقدروا نديروا واحد، باش نقدروا نبنيو استراتيجيه. خصنا نعرفوا راسنا شكون حنا وشنو عندنا. حنا بالنسبه للمحاسبه، المحاسبه تيكون على البرنامج ديال العمل اللي نشتغلوا عليه فاش نوضعوا الاستراتيجيه، تيكون هذاك هو الميثاق ديال الشرف اللي تيكون بيناتنا وبين الجمهور. وديك الساعه تبدا تخدم سوغ ان بلون داكسيون، تبقى تحاسب واش وصلتي للاهداف ديالك ولا لا. دونك حنا اليوم فاش غادي نحطوا هذه الاستراتيجيه اللي كتكون ان شاء الله موضوع ديال ندوه صحفيه ثانيه، وهذاك هو الميثاق ان شاء الله اللي يكون بيناتنا وبين الشارع القنيطري وبين الجماهير القنيطريه. شنو هي الخطه اللي موجدين اللعابه باش يهيئوا لهم النفسيه ديالهم، ترجعوا لهم الحيويه ديالهم؟ تتعرفي بانه اللعاب ولا اي انسان فهو العامل النفسي والعامل الذهني، فهو مؤثر و سيتان فاكتور برينسيبال. حنا اليوم باش نشتغلوا على المعنويه ديال اللعابه، انا بديت من النهار الاولاني فاش كنت منخرط ماشي حتى فاش وليت رئيس، بانك تمشي تقرب للعابه، تحاول توصل لهم مساجات ايجابيين، تتشاور معهم، تتحمل لهم المسؤوليه، تقول لهم حنايا بان انا كرئيس انا معكم، ولكن راه النادي راه تيتسنى منكم بزاف، تتصرف لهم الاجور ديالهم، تتكون قد المسؤوليه، تصرف لهم المنح، تتعطيهم جميع الحقوق ديالهم، لان تتعرف بان النادي حنا تتربطنا مع لاعبين عقد عمل. وتتعرف بان اي عقد عمل كاين حقوق كما كاين واجبات، الحقوق ديالهم تنعطيوهم لهم، تنحاولوا نوفروا لهم الظروف المواتيه في التدريب ولا في لي كونسونطراسيون ولا حتى في لي ديبلاسمون، وحنا تنتسناو واجبات. الواجبات هو اللاعب ديالو خصو يدخل يدير الخدمه ديالته في التيران ويعطي لو ماكسيموم منه، لان حنا تنتسناو با سولمون كو لو ترافاي مي اون اتون ان بون روندمون، يعني المردوديه تكون مرتفعه ديال اللاعب. شنو نقدروا نقولوا للجمهور الجمهور ديال نادي القنيطري وجمهور تسيبنا الجمهور ديال نادي القنيطري فالجمهور كبير وفيه واحد الطرف اللي هو حلاله بويز. انا الجمهور القنيطري الرساله اللي نوصل لهم هو خصكم تساعدوا الفريق ديالكم، تكونوا معهم، لان احنا في واحد المرحله صعيبه اللي هي المرحله ديال البناء، مرحله ديال الاشتغال على برامج ان شاء الله، وتنطلب منهم يساندوا اللعابه، يساندوا اللعابه ويكونوا موراهم ويساندوا ان شاء الله الفريق ديالهم. وحنا ان شاء الله خدامين غير على حاجه وحده باش نرضيو الجماهير القنيطريه، هذا هو الهدف ديالنا. واستراتيجيه واضحه، لان الكل تعرف الظروف ديال الفريق، انها توقف بسبب الاضراب اللي كانوا مده ديال 12 يوم فهو اثر عليهم بدنيا. فاحنا الفتره اللي خدينا فيها الفريق حنا حاولنا نديروا لهم واحد المرافقه الذهنيه، واشتغلنا على التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي. ما يخص العامل البدني فما نكذب عليك الا قلت لك بان احنا حسناهم بدنيا في ظرف اسبوعين، واللي شاف بان حتى المقابله ديال خنيفرة كنا فائزين حتى الدقه 92، فمن تيولي العياء تنقص التركيز، وهذا اللي خلانا اللاعبين ان في هذيك الدقائق الاخيره فقدوا شيئا ما من التركيز وتسجل علينا هدف التعادل. على اي جوج المقابلات فيها اربع نقاط، نتيجة لحد الساعه ايجابيه الحمد لله. يحصل لي الشرف عملت شراكه مع نادي قنيطري وثقت فيهم، ثقت في المشروع اللي عند المكتب المسير جولد فيزيون اللي غادي تعمل شراكه مع نادي قنيطري ضرب 4 سنين مليون و200 الف درهم، ولكن هذا ما كيمنعش انه جولد فيزيون جميع المحطات اللي تحقق نجاحات فيهم نادي قنيطري غادي يكون هناك دعم اضافي، وغادي تكون المواكبه والخبره ديالنا كذلك اللي غادي نعطيوها من السيد الرئيس واللي غادي نتعاونوا معاه فيها، وهو ما واقفش علينا في الخبرات. انا شفت المشروع ديالو تبارك الله عليه، مشروع واعد، مشروع اللي كيغري بالشراكه وبالمواكبه
شركة مثل جولد فيزيون اللي هي شركة مغربية واللي كتدعم جميع الفرق الوطنية في أي فريق اللي كيوقف وكيجي عندنا فهو كقدم الدعم وكنعملوا معاه شراكة. إذن وكذلك عنده أطر عنده المدرب في المستوى سي سمير يعيش، كذلك الأطر سي البوساتي سي الحاج بويحيوي، وقنيطرة فريق عريق ونادي كبير. إذن من هذا المنبر ديالكم الإعلامي كنقول للجماهير ثقوا في المكتب المسير وتعاونوا مع المكتب المسير، ما تبقاوش تسمعوا في المسائل اللي هي خاوية وتشويش، هذه مدة من سنة وانتم عايشين فيها. اليوم اعطيوا الفرصة للناس اللي غادي يقدموا لكم مشاريع جديدة واللي غادي تلمسوها على أرض الواقع إن شاء الله. شكرا.